لماذا الرجل أول ما يتعرف على المرأة يسمعها كلام عسل، وبعد ما يتمكن منها يصبح ناشف؟ يعني هو إذا كان يصبح ناشف معناته في الأصل هو ناشف، لكن هو الحين قاعد يسمعها كلام معسول، يمكن يعني على قولتهم يبي بمصطلح يصطادها. مثل ذاك اليوم واحد يقول السمكة لما واحد يحدق لها شو يحط؟ تحط اليم، تعرفتوا الطعم يعني، وينزل الخيط، فلما يصيد السمكة ويفرح بعد خلاص بعد ما يوكلها هو ياكلها. واحد قاعد يضرب مثال، فيقول بعض الرجال نفس الشيء، يقعد يسوي له 1000 حيلة وحيلة علشان يصطاد هالبنت، فإذا اصطادها بعد خلاص وقعت في الشباك وانتهى الموضوع. طبعا هذا غلط غلط، نعم أنا بالنسبة لي غلط، لأنه الأصل طالما هو يحسن التعامل معها في البداية لازم يحسن التعامل معها على طول. أما إذا كان فقط كلام معسول في البداية وبعدين ناشف، هذا معناته قاعد يركض ورا مصلحته أو عنده أهداف ثانية مغرضة.